دلوقتي جه ميعادنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها تجهيز الصوامع في القليوبية لاستقبال 227 ألف طن من القمح في الموسم الجديد، وانطلاق بطولة الأندية العربية البارالمبية لتنس الطاولة في الإسماعيلية، وأخبار تانية في سوهاج وكفر الشيخ وكمان في الغربية. أخبار كتير حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من القليوبية. ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع بالجمعيات الزراعية بالمحافظة، وقال إنه هيتم البدء في موسم الحصاد اعتباراً من 15 إبريل اللي جاي، والصوامع اللي موجودة في المحافظة هتستوعب 227 ألف طن. في الإسماعيلية انطلقت النسخة الأولى من بطولة الأندية العربية البارالمبية لتنس الطاولة اللي بيشارك فيها 42 لاعب ولاعبة بيمثلوا أربع دول عربية تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والاتحاد العربي لتنس الطاولة. من الإسماعيلية لأسوان تم إطلاق قافلة طبية للكشف المجاني بقريتي سلمون والأمال بكومامبو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم إجراء الكشف الطبي على 3185 مواطن ومواطنة مجاناً، ده بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي. في محافظة الغربية تمت الموافقة على خطة لإقامة 71 محطة تموين غاز للسيارات بالطرق الرئيسية بنطاق المحافظة، وده وفقاً للضوابط والاشتراطات القانونية. في سوهاج تم تسليم 17 كرسي متحرك للأشخاص ذوي الإعاقة، وده في استجابة سريعة لمطالبهم وفي إطار مبادرة توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لغير الخاضعين للتأمين الصحي. أخيراً في كفر الشيخ تم استئناف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بالمحافظة بعد توقفها لمدة 3 أيام لسوء الأحوال الجوية.